هو حقيقة أستاذ خلاب، خلينا واقعيين، سواء العماري ولا غيره من الذين هو اللي حتى بعتيك، خلينا واقعيين، لا يقدر أن يفعل شيء مثل ما يفعل القطراني أو يفعل المجبري. لماذا؟ ولذلك أقولها لك بحقيقة مرة أن هؤلاء العصابة ليسوا فاعلين أصلا، لماذا لأن سيد ما العصابة؟ نراه الآن في الفاعلية هم الذين، وهي الأحداث التي موجودة أمامك. طيب سيد عصام، يعني البعض يقول بأنهم في موقف قوة، يعني البعض يقول بأنهم في موقف قوة، هم موجودين في طرابلس وفي منطقة نفوذهم السياسي والعسكري والشعبي وغيرها، يعني مثلا سيد معتيق والسيد كاجمان والسيد العماري. وإذا كانت إذا كان هو السراج نفسه خطف قرار المجلس الرئاسي، خطف معناه الذي كان في الموجود حتى في اتفاق الصخيرات الإقرار بالإجماع، والآن السراج يتصرف كرئيس دولة وكرئيسهم ولم يتم أي شيء. القطر يوم أمس زيارة لحفتر في الرجمة ولا أول أمس، وزير الاقتصاد ووزير العدل ورئيس محفظة أفريقيا، وهو يهجم على درنا. كيف هذا؟ حتى لو تريد أن تسأل عن صحته أو تبارك له بالكرامة أو ماذا، أو أنك تؤيد هجوم على درنا، وضحوا لنا كيف هو يتكلم هكذا ولا يقدر أن يسيطر على الحكومة؟ كيف يأتي وفد يذهب؟ ما هي طبيعة الذهاب هذا إلى لقاء حفتر؟ ولماذا لقاء حفتر؟ على فكرة يعني حفتر ولماذا هو لا يعترف، يتكلم عنه الأعماري لا يعترف بصفات هؤلاء، يعني لا يعترف حتى بصفات هؤلاء ولا بحكومتهم. إيه هو لا يعترف بهم وهم الذين يذهبون إليه، بالعكس هم مطلوبون ليقتبض عليهم. من الأعماري ولا معتيق ولا غيره يتكلم. أنا أقول لك حتى المجلس الأعلى للدولة، أقولها بصراحة وأمام الله، البيانات لا توقف قصف الطيران، البيانات لا ترفع الحصار، البيانات لا تحقن الدماء، البيانات لا توقف القتل. يكفي بيانات.